فضيلة الشيخ، ما حكم الصلاة بثوب شفاف؟ في؟ بثوب شفاف. نعم، الصلاة بالثوب الشفاف إن كان تحت سراويل تستر ما بين السرة والركبة فلا بأس، وإن لم يكن تحته شيء فلا يجوز. لا يجوز أن يلبسه في الصلاة ولا غير الصلاة، لأنه لا بد من ستر العورة. وقد قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والثوب الشفاف وإن لبسه الإنسان لم يتخذ الزينة، ما الفائدة إذا كان شفافا؟ وجودك عدل، عرفت الآن؟ وصار الجواب إلا إذا كان عليه سروال يستر ما بين السرة والركبة، فهمت؟ طيب.